فاصل 4 نقاط إلى 52.7 نقاط، وهو مستوى لم يتحقق في نحو 3 سنوات ونصف السنة. قال وزير الخزانة الخارجية الأمريكي جون كيري أن اتفاقية توريد الغاز البالغ قيمتها 400 مليار دولار والتي وقعتها روسيا والصين أمس هي نتيجة لعشر سنوات من المفاوضات وليست مرتبطة بالتوترات الدبلوماسية في أوكرانيا. وسيؤدي الاتفاق بين شركة غاز بروم الروسية التي تسيطر عليها الدولة وشركة البترول الوطنية الصينية إلى ربط حقول الغاز الضخمة في روسيا بسوق مزدهرة في آسيا للمرة الأولى عبر خط أنابيب بطول آلاف الأميال مرورا بسيبيريا. وأشار كيري أيضا إلى أن واشنطن تراقب عنكثب لترى هل ستفي روسيا بتعهداتها لإعادة قواتها من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي على تأسيس صندوق مالي مشترك لمنطقة اليورو بقيمة 55 مليار يورو للمساعدة في إغلاق البنوك المتعثرة. وكانت أوروبا قد استكملت في أواخر مارس الماضي مفاوضات بخصوص تأسيس اتحاد مصرفي يتولى بموجبه البنك المركزي الأوروبي الإشراف على البنوك في نهاية هذا العام. ويقضي الاتفاق الموقع بين دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء صندوق الدعم المشترك على مدى 8 سنوات والوصول بقيمة لا تقل عن 1% من الودائع المغطاة بالبنوك. بدأ صانعو السياسة في البنك المركزي الأمريكي أثناء اجتماعهم الشهر الماضي تمهيد الطريق لتراجع محتمل عن سياستهم الاستثنائية للتيسير النقدي بمناقشة الأدوات التي يمكنهم استخدامها لتنفيذ تلك المهمة. وأظهر محضر الاجتماع الذي نشر أمس أن خبراء مجلس الاحتياطي قدموا بضع مقاربات لرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، لكن المناقشات لا تعدو أن تكون من قبيل التخطيط الحصيف وليست دلالة على أن رفع الفائدة سيحدث في وقت قريب. والمناقشة حول موعد التخرج من سياسة التيسير النقدي هي أحدث إشارة إلى أن المركزي الأمريكي يستعد في نهاية المطاف للتخلي عن أسعار الفائدة القريبة من الصفر وعن مشتريات للسندات بتريليونات الدولارات. طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي واشنطن بالضغط على بروني حتى لا تطبق الشريعة الإسلامية والتهديد باستبعادها من محادثات التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ. والولايات المتحدة وبروني هما أعضاء في اتفاق تجاري يضم 12 دولة تحت اسم الشراكة في منطقة المحيط الهادئ، يسعى لوضع معايير مشتركة لقضايا واسعة النطاق من العمالة إلى الملكية الفكرية وخفض الجمارك على السلع التجارية. يأمل الفلسطينيون العاملون في قطاع السياحة في أن تحقق زيارة البابا فرانسيس المرتقبة للأراضي المقدسة الأسبوع المقبل لهم بعض الرواج. وتضرر الفلسطينيون الذين يعملون في مختلف أنواع الأنشطة والخدمات السياحية في بيت لحم والقدس بتراجع عدد الزائرين القادمين من الخارج بسبب الاضطرابات وأعمال العنف في المنطقة. العاملون الفلسطينيون في قطاع السياحة يحدوهم الأمل أن تحقق زيارة البابا فرانسيس المرتقبة للأراضي المقدسة الأسبوع المقبل تحقق لهم بعض الرواج. وتضرر الفلسطينيون الذين يعملون في مختلف أنواع الأنشطة والخدمات السياحية في بيت لحم والقدس بتراجع أعداد الزائرين القادمين من الخارج بسبب الاضطرابات وأعمال العنف في المنطقة. لكن قطاع السياحة تعافى تدريجيا منذ عام 2004 مع زيادة مضطردة في أعداد الزوار منذ ذلك الحين. متوقع يعني حسب ما هو معروف بعد زيارة البابا أو خلال زيارة البابا طبعا راح تكون حركة اقتصادية نشطة في بيت لحم خاصة من الناحية السياحية. وجاء في تقرير للبنك الدولي العام الماضي أن سيطرة إسرائيل على بيت لحم ومدن فلسطينية أخرى تحول دون تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانات الاقتصادية الفلسطينية بالضفة الغربية. ويقول الفلسطينيون إن سلطتهم لا سيطرة لها إلا على 13% من الأرض في بيت لحم، وإن كل من يريد دخول المدينة يطار للمرور من خلال من نافذة في الجدار الأمني الإسرائيلي. وذكر سائح إسباني خلال زيارة للضفة الغربية أنه ورفاقه في الرحلة يشجعون التجار الفلسطينيين بشراء بضائعهم.
جئت مع صديقين. أعتقد أنه أمر طيب أن نشتري أشياء محلية هنا لمساعدة هؤلاء الناس، لأننا نعلم أنهم يعانون كثيرا ويقولون إن بينهم وبين إسرائيل مشاكل. أعتقد أنه أمر طيب أن نشجع الناس بشراء التذكرات منهم. وذكرت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة أن قرر البابا الاستغناء عن مركبته الواقية من الرصاص خلال الزيارة، وإصراره على الاقتراب من الناس إلى أقصى حد ممكن سوف يثبت أن الضفة الغربية آمنة للزائرين. وجود قداسة البابا في فلسطين بسيارة غير مصفحة بدون زجاج على السيارة الصغيرة التي يتنقل بها، يعني طبعا هذه رسالة للعالم كله أن فلسطين آمنة، وقداسة البابا في مدينة بيت لحم هو يشعر بالأمان، هو بين الفلسطينيين. وتتزامن زيارة البابا فرانسيس مع الذكرى 50 للزيارة التاريخية للبابا بول السادس للأراضي المقدسة. نهاية وقفتنا الاقتصادية، عودة من جديد للمتابعة. أحمد سليمان وأمل رشدي. شكرا لك أحمد. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نجاح القوات النظامية السورية في فك الحصار الذي فرضته قوات المعارضة منذ أكثر من عام على سجن حلب المركزي. وأفادت لجان التنسيق بأن الجيش السوري أحكم سيطرته على الطريق المؤدي إلى ريف حلب الشمالي، موضحة أن قوات المعارضة لم يعد لها سوى طريق واحد من أجل تأمين وصول الإمدادات. في تطور ميداني جديد لصالح القوات النظامية السورية، تمكن الجيش السوري من فك الحصار الذي فرضه مقاتل المعارضة منذ أكثر من عام على سجن حلب المركزي شمال البلاد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دبابات ومدرعات الجيش المدعوم من حزب الله دخلت أسوار السجن صباح اليوم بعد أيام من المعارك الضارية ضد عناصر جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة أسقطت عشرات القتلى والمصابين من الجانبين. على الجانب الآخر، أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة أن الجيش السوري أحكم سيطرته على الطريق المؤدي إلى ريف حلب الشمالي، موضحة أن قوات المعارضة لم يعد لها سوى طريق واحد فقط من أجل تأمين وصول الإمدادات بين الأحياء التي يسيطرون عليها شرق حلب والحدود التركية. كما ذكرت المعارضة أن حصيلة قتل أمس في أنحاء البلاد بلغت 52 شخصا، في حين تعرضت قرى وبلدات ريف دمشق لقصف عنيف بقذائف الهاون، بينما شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت محيط مدينة الأتارب وبلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي، وألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا على حي في مدينة حلب. رحب الائتلاف الوطني المعارض بالبيان المشترك الذي يحث مجلس الأمن الدولي على تمرير مشروع قرار بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحدد الائتلاف الوطني مطالبته بأعضاء مجلس الأمن الدولي بعدم تعطيل مشروع القرار الذي يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب. ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا في 12 مايو الجاري. أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة أن جولاته في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولقاءاته مع قادة هذه الدول حققت نتائج طيبة وأسهمت في إقناع الغرب بضرورة مد المعارضة السورية بالسلاح النوعي الذي تحتاج إليه. وقال الجربة في تصريحات صحفية أن مسألة مساعدة المعارضة عسكريا ستتحول إلى خطوات عملية على مدار الأسابيع القادمة على حد زعمه. وأفاد بأن دول الخليج طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة العربية لنقل مقعد سوريا إلى الائتلاف. أعلن متمرد الطوارق المنتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي عن سيطرتهم الكاملة على مدينة كيدال شمالي البلاد في أعقاب هزيمة القوات الحكومية إثر اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين. من جانبه، دعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المعارك الدائرة منذ صباح أمس الأربعاء بين القوات المالية والمجموعات المسلحة، معترفا بسقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوف قواته وأن المعارك حسمت لصالح المتمردين.
في الصين قتل 31 شخصا وأصيب 94 بجروح في هجوم على أحد الأسواق المزدحمة في مدينة أورومتشي غربية الصين، وقد وقع الانفجار عندما اقتحمت سيارتان للسوق وقام مستقلوها بإلقاء بعبوات ناسفة انفجرت إحداها وسط الحشود. يذكر أن هذه المنطقة تسكنها أغلبية من الويغور المسلمين الذين يرفض عدد منهم وصاية بكين ويطالبون بحكم ذاتي. وتتهم الصين انفصاليين من منطقة شينجيانغ بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات العنيفة التي وقعت على مدار الشهور الأخيرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن التعاون بين بلاده وروسيا يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. من جانبه أكد نظيره الروسي أن البلدين يتمتعان بوجهات نظر متطابقة في العديد من القضايا العالمية. جاء هذا اللقاء بين الرئيسين على هامش القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا والمنعقد حاليا في مدينة شنغهاي الصينية. كان روحاني قد بحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل بالقارة الآسيوية. تجتمع مجددا اليوم الفصائل السياسية في تايلاند في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الأزمة السياسية في البلاد بعد إعلان الجيش الأحكام العرفية. كان اجتماع ممثل قد عقد بالأمس قد فشل خلاله المشاركون في التوصل لحل نهائي حول كيفية إصلاح النظام السياسي وإنهاء التظاهرات وتنصيب رئيس حكومة محايد للإشراف على إصلاحات انتخابية تهدف لإنهاء نفوذ رئيسة الوزراء يانغلوك شيناواترا. بدأ الناخبون اليوم في مختلف دول الاتحاد الأوروبي التوجه إلى صناديق الاقتراع لمدة 4 أيام لاختيار نوابهم البالغ عددهم 751 في البرلمان الأوروبي للخمس سنوات القادمة. تعد هذه الانتخابات هي الثامنة من نوعها منذ العام 79، وهو العام الذي لم يعد فيه البرلمان مجرد هيئة استشارية بل تعززت صلاحياته وأصبح يتم انتخاب أعضائه للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. في اليوم العالمي للمتاحف رسومات طبيعية من تراث البحرين لتنشيط السياحة في المملكة.